لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أو التودد في بيت الله. معنى الصور اللي هيذكرها هنا هي في الأصل ليست من المولاة، لكن لو صدرت عن حب للمشركين أو رغبة في إعلاء شأنهم أو أي عمل قلبي آخر أو رضا بما عندهم، أي عمل من أعمال القلوب الأخرى، صارت من المولاة. أما إذا تجردت عن أعمال القلوب، لو كانت الأفعال دي مع وجود بغض القلب وعدم المداهنة على الظاهر أو بالجوارح، فالصور دي تكون حلال، تكون مباح. الغرض من ذكر الصور دي هو منع الغلو في الولاء والبراء. الولاء والبراء زيه زي سائر عبادات الشرع، حصل فيها نوع من الجفاء ونوع من التفريط، غلو وتقصير. وإن كان اللي أظهر على الناس التقصير، لكن ده لا يمنع من وجود نوع من الجفاء والغلو في هذا الباب. أظهر صوره في زماننا صورة المقاطعة والدعوة للمقاطعة، دعوة لمقاطعة المنتجات الأجنبية، دعوة لمقاطعة المنتجات الأجنبية زيها زي سائر أبواب التعامل المباح. إذا كان فيها مصلحة للمسلمين كذب، وإذا فيها مفسدة على المسلمين حرمة. فطلع علماء يفتوا بأن اللي يشتري إزازة بيبسي كولا يبقى مشارك لليهود والنصارى، ربما يكون قد ارتد عن الإسلام. الطريف ان هم العلماء دول اللي افتم ان اللي يروح يحارب مع الامريكان ضد الافغان يبقى كفر بالله، يبقى ما عليهوش حاجة. فالمهم ان دول دي القضية دي زيها زي سائر القضايا، حصل فيها نوع من الاصفات التفريط. فعشان كده بنذكر الصور الجائزة بعد ما ذكرنا الصور غير الجائزة. والاول صورة الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي. يقول من أدلة ذلك حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأيضا قبول أبي بكر رضي الله عنه الدخول في جوار ابن الدغنة. يقول وليست العلة في قبول ذلك مجرد تمتع المسلمين بالراحة والحياة، ولكن للتمكن من نصر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو النجاة من إزاء الكفار وبطشهم للقيام مستقبلا بالدعوة إلى الله تعالى، وهذا بشرط ألا يكون على حساب أحكام الإسلام. زيه الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي، الاستعانة بالمشرك الأصل فيه المنع، الأصل في الاستعانة بالمشركين المنع. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أستعين بالمشركين. يستثنى من ذلك صور، يعني ده زي اي نهي مطلق يقيد منه ما يقيده الدليل. البعض اعتبر المقيدات دليل على الغاء الاصل، دليل على الغاء الاطلاق، ففتح باب الاستعانة بالمشركين على مصراعيه. والبعض الاخر لم يلتفت الى التقييدات ديت، وانما فضل يتعامل مع الامر على اطلاقه. لما حصلت حرب الخليج
حرب الخليج الأخيرة اللي هي العراق غزت الكويت وهددت السعودية بالضرب، فعلا ضرب صاروخين على حفر الباطن منطقة السعودية. فساعتها صدرت فتوى من لجنة الفتوى كان على رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله، كان من ضمن أعضاء اللجنة الشيخ العثيمين والشيخ عفيفي الشيخ عبد الرزاق عفيفي. صدرت فتوى بجواز الاستعانة بالأمريكان لحماية السعودية من بط صدام. أثر الفتوى ديت أو واقع الفتوى ديت كان حاجتين، على بالنسبة للحكومة فتوى صدرت في إن أنتوا تستعينوا بيهم علشان يحموكم من بط صدام، فالحكومة جابتهم وخلتهم هم أسياد البلد وعايزين يزودوا قوات يزودوا، عايزين يقللوا يقللوا، عايزين يمدوا المعاهدة يمدوا. ده الغرض هنا، هو من الغرض من الأمريكان هنا مش هو مجرد حماية واحد مظلوم لن يستطيع أن يأتي بحقه، مش هيقدر إن هو ينتصر لنفسه، لأ ده بقى المسألة فتح الباب على مصراعيه والتحول إلى عبيد عند الأمريكان. طبعا نفس الحال حصل في الكويت وكان اشد يعني. الاتجاه الاخر او رد الفعل الثاني، ناس كفروا اعضاء لجنه الفتوى. في محمد المقدسي عمل كتاب اسمه زل حمار العلم، يقصد بيه الشيخ ابن باز رحمه الله، كفر فيه الشيخ ابن باز. ليه؟ لان الشيخ ابن باز رحمه الله كان قال في كتاب نقد القوميه العربيه، أن الاستعانة بالمشركين لا يجوز بحال، فهل ابن باز استحل ما أقر بأنه حرام، والمسألة دي هي حرام، ولو سلمنا أن هي فيها خلاف فابن باز كان بيقول أنها حرام ثم استحلها، فكفر الشيخ ابن باز بسبب ذلك. طبعا المسألة ما كانتش استحلال ولا حاجة، إنما الحكم أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار. الفتوى انه اذا كان داعيا، ولا اذا كان داعي الى الله سبحانه وتعالى وليس له بد من الاستعانة بالكافر او الهلكة، او على الاقل يعني الاستسلام للظلم ملوش يد دفع الظلم، فعند ذلك يجوز الاستعانة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل ابو بكر، كما فعل المسلمون في هجرة الحبشة الاولى وهجرة الحبشة الثانية، في هجرتي الحبشة كل ده كان من قبيل الاستعانة بغير المسلم بغرض الحماية. فبنقول ايه، المسألة فيها كان فيها اتجاهين خاطئين. الاتجاه الاولاني وصفهم من اتجاه الحكومة، وصفوا الصورة لجنة الفتوى على ان الامريكان دول هيجوا تحت الاوامر والسيادة السعودية، مش هيجوا سادة، وهيجوا لطرء الخطر وبعد كده يخرجوا، ما لهمش اي يد في الاقامه وما لهمش اي حريه ان هم يحددوا الوقت اللي هيقيموا فيه. بينوا لهم او اثوهم بان او يعني وصفوا لهم بان صدام حسين ده رابع اقوى قوه في العالم، وبالتالي بقى كل الجيوش العربيه لو اجتمعت على ان هي تتصدى ليه مش هتعرف تعمل معاها حاجه. فكان توصيف يعني في الكثير من المغالطة، وصدرت الفتوى بناء على هذا التوصيف. بنقول زي ما بنقول كده حصل فيها الشطط في اتجاهين، اتجاه فتح الباب زي ما انتوا عايزين اقعدوا زي ما انتوا عايزين تقعدوا وخدوا اللي انتوا عايزين تاخدوه، تحولت السعودية من دولة غنية لدولة يعني بتقترض ودولة مديونة. أول مرة الديون تدخل السعودية كانت بعد حرب الخليج. المهم نقول إيه، ديت الصورة حصل فيها نوع من الغلو والجفاء، مسألة الاستعانة بغير المسلم لغرض الحماية. في بقى صورة شبهها اللي هي صورة اللجوء الشيخ، صورة اللجوء الشيخ دي نطلب من الإخوة إنهم يعملوا بحث فيها. اللجوء السياسي هل هو من الاستعانة المحرمة ولا ايه حكمه؟
لا انت تدور على المصادر. على فكرة موثوق المصادر بتاع كتاب بتاع الحاكم، عارف علوم الحديث في المصطلح، سوق على المصدر ده بالذات علشان خاطر يعني اسهل لكم ان النتيجة بتاعت البحث هتبقى ايه. فوجئت بالعكس خالص. لا ده الكتب دي عشان يفكروا، ولا فاحنا اتفقنا قبل كده وقلنا قبل كده ايه صورة البحث، المقدمة والخاتمة، والبحث الموضوع بيبقى ايه. احنا قبل كده اتكلمنا كلام تفصيلي في ازاي الانسان يحضر بحث. الصورة الثانية المؤاجرة والمبايعة مع المشركين. يقول قال البخاري في صحيحه: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ ثم ساق بسنده عن خباب رضي الله عنه: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أنا والله حتى تموت ثم تبعث. فلا، قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي مال وولد فأقضيك. فأنزل الله: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين، إن الإنسان يؤاجر المشركين. يقول كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين. لما بنقول الإجارة مع المشركين ليست محرمة، مش معنى كده إن هي جائزة على إطلاقها. يقول الشرط الأول أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، الآخر ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلم. يقول وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصماع في حواني يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعة له. قال ابن قدامة: لا تجوز إجارة المسلم للذمي بخدمته، نص عليه أحمد. نقول هنا الإجارة الأصل فيها الكراهة، الأصل فيها الكراهة. فإن كانت لضرورة وتوافر فيها شرطان ركع في الكراهة. الشرط الأول أن يكون العمل حلال. الشرط الثاني أن يعود ألا يعود بضرر على المسلمين. ده بالنسبة لعموم الإجارة. أما الإجارة على صنعة معينة، يعمل له حاجة معينة، فلا خلاف في الجواز. واحد ميكانيكي وواحد نصراني رايح يوديله العربية، خياط واحد نصراني رايح يوديله الثوب، هو ده رايح له في الدكان بتاعه. يقول الكافر هيروح للمسلم علشان خاطر يصنع له صناعة معينة في الحدود بتاعه، اللي هو بيسموه الأجير المشترك. هو الأجير المشترك هيبقى أصلا يحرم عليه إن هو يعمل في شيء محرم.
وفي صورة اللي هي أن يؤجر نفسه فيما فيه ذلة، فده حرام بالإجماع. وإنما اختلفوا في بعض الصور هل يا ترى دي فيها ذلة أم لا. أشهر الصور يعني اللي يكاد يكون في اتفاق عليها صورة أن يؤجر نفسه لخدمة الكافر، يؤجر نفسه لخدمة الكافر، ليه بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم على عدم جوازها، وبعض أهل العلم قال بجوازها بشرط عدم الذلة، إن هو لا يكون له كالعبد. ممكن نقول إن هو زي النهاردة كده اللي هو بيسموه مدير المنزل، الجماعة اللي هم الأثرياء قوي، بيجيب شوية خدامين ويروح حاطط عليهم ريس، الريس ده بيبقى اسمه مدير البيت أو مدير المنزل. ده هو مؤجر لخدمة، الخدمة ليس فيها إذلال، مش هو اللي هيكنس له ولا هيطبخ له ولا هيعمل حاجة، ده هو مشرف على الخدامين اللي موجودين، كان هو في الآخر خدام. هما هنقول الجزء المتفق عليه، الشق المتفق عليه هو حرمة ما فيه ذلة للمسلم. الصورة الثالثة البيع والشراء. قال البخاري باب الشراء والبيع من المشركين واهل الحق، يعني قصد الباب دوت هو اثبات جواز البيع والشراء مع اهل الحق، مش زي ما بيقال وجوب المقاطعة وان اللي ما يقاطعش يبقى ده ممن والى الكفار ومن يتولاهم منكم فانه منهم، والكلام ده يقول كنا عن ابي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطيه او قال ام هبه، قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة. طبعا الحديث ده فيه جواز البيع للمشرك، ان كان المشرك هنا ده مطلق قد يتناول، قد يعني يكون المشرك ده من اهل الذمة، او على الاقل هو مستأمن مثل للنبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري، فهو مستأمن. الصورة اللي اصرح منها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث ثوب كعب بن مالك في غزوة تبوك، وفيه أنه جاء نصي من أنباط الشام وكانوا يأتون المدينة يبيعون طعامهم، فأهل الشام في الوقت ده كانوا أهل حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك انما كانت حربه مع اهل الشام بالاضافه لاهل الجزيره، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يعقد صلحا مع اهل الشام لسه محاربين. مع ذلك لما جاء النص دوت كان الانباط كما يعني هو ظاهر الحديث ان كان الانباط ياتون الى المدينه، كان المسلمين يعطونهم الامان لاجل البيع، ولو كان البيع محرم لما جاز اعطائهم الامان. وافرح منهما حديث امام بن اثار رضي الله عنه أن أقسم أن لا يصل إلى أهل مكة حبة حنطة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد بهم الجوع أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثونه
فأذن لسمامة أن يبيعه. وقت ده مكة كانت في شدة الحرب مع المسلمين، أرضى قبول الهدية منهم والإهداء إليهم، قبول الهدية منهم ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى إليه وكيدر دومة الجندل. كذلك أهدى إليه المقوقس، وأهدى إليه النجاشي، مع الخلاف في الإهداء ده كان قبل الإسلام وأم بعد الإسلام. أيا ما كان، فقد أهدى إليه المقوقس وهو كافر. وكذلك أهدى ملك أيلة، أهدى ملك الروم في بلاد الشام. أما الإهداء للكفار فده جاء فيه حديثين عن الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول حديث أسماء رضي الله عنها، هو حديث متفق عليه، إن هي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها، تصل أمها يعني تديها فلوس الصلة اللي هي المال والهدية. جاءت أم أسماء إلى أسماء وكانت كافرة، فقالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، أفأصلها؟ اختلف العلماء إيه معنى وهي راغبة، هل هي راغبة في الإسلام أم راغبة في الصلة؟ أيا ما كان، قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. كذلك أثر عمر رضي الله عنه، وكذلك متفق عليه، هو كان له أخ مشرك أهديت إلى عمر حلة حرير فأهداها إلى أخيه المشرك. الصورة اللي بعد كده رد السلام، دي اختلف أهل العلم فيها ما بين الوجوب والاستحباب الإباحة. بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فعليكم هنا ده أمر، هل الأمر ده يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب ولا يفيد إيه؟ فبعض أهل العلم قال إن ده أمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. والبعض الآخر قال لا، ده أمر بعد الحظر وهو يفيد أصل المشروعية. كثير من أهل العلم على إن الأمر ده لم يكن هناك حظر أصلا، النبي ما منعهمش من رد السلام، وإنما كان المسلمين يردون ويقولون عليكم السلام، كان اليهود يقولون السلام عليكم بمعنى الموت، فكان المسلمون يردون ويقولون وعليكم السلام، كما جاء مفسر في أحاديث أخرى إن اليهود تقول السلام عليكم فقولوا لهم وعليكم. الراجح هو قول الجمهور إن ده أمر مطلق لم يكن أمرا لا بعد حظر ولا بعد توهم حظر، وبالتالي هيفيد ما يفيده الأمر وهو الوجوب.
الصورة اللي بعد كده الانتفاع بما عندهم، الانتفاع بما عندهم مما فيه مصلحة للمسلمين، لا يدخل في التشبه المحرم. احنا بنقول يجوز لبس البنطلون والقميص لعموم البلوى، وهل يجوز ركوب العربيات لعموم البلوى؟ العربيات ده اختراع للكفار، أول لما ظهر ده كان في بلاد الكفر. الفرق بين الأمور العادية وفرق بين الأمور اللي فيها مصالح للمسلمين، الآلات ونحوها دي فيها مصالح للمسلمين. قد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم آلات حرب لم تكن معروفة عند العرب، أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من آلات الكفار، مثل الدبابات والخنادق. الدبابة دي عبارة عن خشبة جامدة بيشيلها جماعة ويمشوا بيها عشان خاطر يحتموا من الرمي المنجنيق، فاهم يعني الصخرة بالمنجنيق. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق وده لم يكن من سلاح العرب، لذلك اتخذ الخندق وده لم يكن من سلاح العرب. خلاص الآلات دي خارج مسألة التشبه. يراعى بقى في مسألة الانتفاع بما عندهم هي الواقع. يعني ايه الواقع؟ المشركين تنبهوا جدا لمسألة الانتفاع بما عندهم، فاتخذوا مما عندهم ذريعة يستطيع بيها ان هم يغلوا المسلمين في عقر دارهم. فحاول المسلمين ان هم يرسلوا بعثات تتعلم في فرنسا، كان ايام محمد علي. نعم. فبعد اخذ ورد علماء الازهر رفضوا ان ترسل بعثات الى بلاد الكفار ممن لم يتعلم علوم الشرع. محمد علي قال لهم احتملنا من علوم الشرع. المهم من هنا لهنا يعني كحل وسط اتفقوا ان هم يطلعوا البعثات ويطلعوا مع البعثات واعظ ديني. واعظ الديني دوت يشوف يعني كرئيس على البعثة، واي حاجة يشوفها مخالفة للشرع تحصل من افراد البعثة ينهاهم عنها. رجعت البعثة وعلى رأسها المشرف الديني دوت الرئيس الديني بتاع البعثة، وهم كلهم علمانيين. الرئيس الديني رجع ده علشان خاطر يألف كتب في الحضارة ومظاهر الحضارة اللي عند الفرنسويين، وازاي ان هم بيرقصوا والنساء بتخالط الرجال ومن غير ما يحصل الفواحش اللي الاسلام عمال يحذرنا منها، وازاي بيخلو الرجل بالمرأة ومبقاش في بينهم الا كل طهارة وكل مش عارف ايه. فرع عنده طبعا يعني فراحت البعثات ديت عشان خاطر تنتفع بما عندهم، وراحت بدعوة الانتفاع بما عندهم، وراحت ومعاها مشرف ديني او رئيس ديني في الحقيقه، ما كانش مجرد مشرف ده كان رئيس على البعثه. راحوا ورجعوا ويعني قد شربوا التغريب يعني حتى السمانه. اذا قلنا بجواز الانتفاع بما عندهم فلابد من النظر الى الواقع في الفتوى، ده كحكم تبقى الفتوى. كل سنه بيحصل تكريم للاوائل على مستوى الجمهوريه، سواء في مرحلة الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعة، بيجيبوا مجموع معين بيتعرض عليهم إن هم يروحوا يطلعوا بعثة من البعثات، مش بعثة، يطلعوا ترفيه سياحة لمدة معينة. من ضمن الناس اللي طلعوا للرحلات ديت كان الدكتور احمد الطيب اللي هو شيخ الازهر دلوقتي. احمد الطيب كان جايب امتياز في الازهر في الفلسفه، قسم الفلسفه الدينيه.
فجات له بعثة لفرنسا، راح فرنسا رجع أشد من الرفاعة الصوتية تقريبا، بيوجد يعني 90% من أنواع الرقص الفرنسي. شوف بقى كده، مش عمة وجبة وطيب ومش عارف ايه وكده. فلابد من النظر في الحال بتاع الناس اللي رايحة علشان خاطر تنتفع، ولابد ان هو يكون على درجة عالية من فهم خطط الغرب وشبهاته، وإلا فالناس ديت لما راحت ما كانتش رايحة وهم فسقة، فما كانوش رايحين وهم فجرة، لا ده كتير منهم كان رايح وهو ملتزم. حجم الشبهات اللي دخل عليهم كان أضخم من إن هم يعرفوا إن هم يلتفتوا إليه. فالصحابي كانوا بيقولوا له: أنت الإسلام عندكم بيحرم الاختلاط بين الراجل والمرأة علشان قضية الزنا، أهو تعالى بقى تشوف الاختلاط عندنا بين الرجل والمرأة. فهو نسى إن اللي بيعرض عليه النتيجة ده عدوه، عدوه بيقول له: شوف بقى مدمازيل فلانة مصاحبة مسيو فلان بقالهم 20 سنة لحد دلوقتي، هي مدمازيل لسه بكري يعني، وهو لازال مسيو فلان ما بقاش مش جوزها ولا حاجة، حب عفيف بريء بقاله 20 سنة، مفيش بقى لا كان الشيطان سادسهما اللي انتوا بتقولوا عليه، ولا كان في الفاحشة، ولا ما كانش في حاجة من اللي انتوا بتقولوا عليها ديت. فين بقى اللي انتوا بتقولوا عليه؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان سادسهما. مثل ان هو بيعرض له النتيجه دي عدوه، مش هو اللي نزل وتتبع هل يا ترى الكلام ولا لا، ونسي ان ده خبر البشر، ونسى ان خبر الوحي اسبق من خبر البشر. وهلم جر، فنقول حجم الشبهات ده حجم ضخم جدا. فاذا كانش اللي طالع ده فاهم ودارس الشبهات دي كويس، هيطلع ويرجع اسوأ من ما كان. صلاح حسين اول لما طلع فرنسا استقبله واحد اسيف، القسيس دوت خلى بنته المرافقه بتاعته، حسب ما هو بيقول يعني في قصه حياته، ان هو عاش معاها اجمل واطهر قصه حب، لم تعرف الشهوات الجنسيه ولا النزوات البهيميه لها طريق، لحد ما عرف يتجوزها كان اول مره يقربها لما يتجوزها، راجل ما قربش منها غير في الحلال يعني. ففين بقى الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ فبنقول حجم الفتن بيبقى ضخم جدا، وحجم الشبهات بيبقى ضخم جدا، ومحتاج انسان يكون فقيه علشان خاطر يعرف انه يرد على الشبهات. وده بيبقى نادر، ان معظم المتفوقين اللي بيطلعوا لبلاد الغرب هو من تفوقه بيبقى مش فاضي يتعلم علوم الشرع، فضلا بقى ان هو يتعلم الشبهات اللي موجوده عند الكفار ورد الشرع عليها. فبيروح ويرجع بغير الوجه الذي ذهب به. كان من ضمن الطرائف ان احمد زويل بعد ما رجع من بره يعني، بعد ما رجع من امريكا، عمل بقى البتاع بتاع البحث العلمي، المركز بتاع البحث العلمي اللي هو عمله دوت، ومش عارف قائد النهضه العلميه، وزير مش عارف التكنولوجيا والكلام اللي هو بقى فيه ده. فبيقولوا يعني ليه التجربه دي ما نجحتش؟ هو كان عامل مشروع زي اللي عامله في مصر في امريكا ونجح جدا يعني. بيقولوا اشمعنى في مصر ما نجحش نفس النجاح اللي نجحه في امريكا يعني، خصوصا ان هي الدوله مسخره امكانياتها كلها تحت ايديك ومش عارف ايه. هل ده عيب في الاداره؟ هيقولوا ده عيب فيك يعني، ولا بيقولوا هل يا ترى ده عيب في الاداره ولا عيب في امكانيات المصريين؟ فهو كان الجواب بتاعه ان انا ما يعني مش هقدر ان انا انجح النجاح اللي نجحت في امريكا. هو بالنسبه للنجاح، انا نجحت في امريكا نجاح ممتاز، فالمشكلة من ايه؟ فيقول ان انا مش قادر انجح في مصر بسبب الفول المصري. هو الفول هو اللي واقف عقبة قدامه في ان هو يطور مصر. في حين هي الفول المصري ده الأكلة الشعبية. هناك تلت ساعة في أمريكا الوجبة الشعبية هناك الهوت دوج. الهوت دوج ده ترجمته يعني الكلاب السخنة. مش لحم كلاب ولا لحم خنازير. لحم كلاب بيتحط عليه خمرة. وبيتحط عليه يعني انواع من الخمور وانواع من التوابل بحيث يبقى مسكر ويبقى حامي جدا، وراح في فهو يعني الفول هو اللي منعه من النجاح، والهوت دوج هو الكلاب السخنه ديت هي اللي هيئت له النجاح. الرز بيبقى حجم الفتن ضخم اضخم من ان هو يستطيع ان هو يتصدر.
سبع تزوج الكتابية. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي مما أحل الله لكم يسألونك ماذا أحل لهم. يقول: أراد بالمحصنات الحرائر دون الإناء. اشترط في نكاح الأمة إن هي تكون مسلمة، زي مش فاكر أخدناها الكلام ده ولا لأ، مخدناهوش. المهم إن الشرع أجاز الزواج من المحصنة الكافرة إذا كانت من أهل الكتاب. والمحصنة ده اسم بيجمع عدة أنصار: العفة والحرية أكبر وصفين سيتوقف عليهم صحة الزواج من الكتابية، إن هي تكون عفيفة بمعنى ليست زانية. مفصلات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المسافحة هي العاهرة، متخذة الخدم هي التي لا تمكن من نفسها إلا رجل واحد. ده اللي بيسموه دلوقتي البوي فريند. كلا الأمرين الشرع نهى عن ذلك، ده يمنع الزواج من الكتابية. وكذلك طبعا لو كانت أما ومفيش إماء بالزواج. يقول: قيل المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات، هو مذهب الشافعي. وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات. الإسرائيليات ده يحتاج لدليل للتقييد، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بلفظ عام. تخصيص الإسرائيليات يحتاج لدليل. قيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات. دوت لي وجه، لأن الحربية ليست معصومة الدم والمال. الزواج منها يجعلها عرضة للأسف، يجعلها عرضة لأسر المسلمين. ويقول: كان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى التزوج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا. دول بقى نفس الحكاية اللي قلناها في الانتفاع بما عندهم، فنقولها في الزواج ان هو فرق بين الحكم والفتوى. كان الحكم هو الجواز فيبقى الفتوى. لابد من التنبه هنا الى ان هذا الزواج لابد ان يظل معه بغض هذه المرأة على دينها. دي الناس بتعملها مشكلة كبيرة جدا، ويقول لك ازاي هيتجوزها من غير ما يحبها.
والله انت فرق بقى بين ان هو هيتجوزها عشان بيحبها، يحبها بمعنى يشتهيها، وده لا يتوقف على الحب القلبي، الاشتهاء ده لا يتوقف على الحب القلبي، او يحبها بمعنى الحب اللي هي المودة والرحمة اللي ربنا جعلها بين الازواج، وده اذا هو عجز عن ذلك فخلاص، والا فكم من زوجين يعني ليس بينهما لا مودة ولا رحمة ولا سكينة ولا اي حاجة، ومع ذلك هما متجوزين، فازاي هو هيتجوزها من غير ما يحبها؟ والله لو كان المقصود بالحب الاشتهاء فخلاص ده شيء موجود في فطر البشر، مش عليكم السلام وكذا، مش متعلق بيه عمل قلبي. إذا كان مقصود به المودة فدوت غير ممتنع لا بين المسلم والمسلمة ولا بين المسلم والنصرانية. إذا كان يعجز عن ذلك فنقول له لا يجوز لك الزواج. طبعا مسألة جواز الزواج من النصرانية معظم الناس بيستغلها في الحصول على جنسيات الدول الغربية، كل واحد يسافر أمريكا يروح يشتغل له مثلا في مطعم ولا يشتغل له أي شغلانة، يدور على واحدة أمريكانية يتجوزها. أولا بقاء الأمريكيين على النصرانية ده في نظر، أكثر الأمريكيين على العلمانية، لا بيؤمنوا لا بالمسيح ولا بعيسى ولا بيؤمنوا بحاجة خالص، أكثرهم ملاحدة، يؤمنوا بإله مطلق وخلاص، هدول ليسوا أهل كتاب. لو سلمنا إن هم أهل كتاب هنقول لا يوجد فيهم الإحصان بمعنى العفة، بل أغلبهم بيبقوا عاهرات، واللي مش عاهرة منهم تبقى ممن يتخذ الأقدام، بل عندهم قمة التخلف هو العفة، عندهم العفة دي عقدة نفسية، البنت لو كملت سن معين ولم تزني يبقى دي معقدة نفسية. لو سلمنا الدوم ده ان هو هيلاقي واحدة نصرانية فعلا وهيجدها عفيفة، فدول يبقى مسألة ان هم حربيين، هو هيدخل عندهم بعمان لكن يبقى ان هم اهل حرب. نقول التسليم بالحكم حاجة والفتوى اللي مترتبة على الحكم حاجة تانية. ثمانية إظهار الموافقة للكفار عند الإكراه والتقية. الإكراه أخذناه أكثر من مرة، مرة في الأمر بالمعروف ومرة في الملة، فمش هنعيده. يبقى الكلام في الفرق بين الإكراه والتقية. ايه الفرق بين الإكراه والتقية؟ التقية برضو أخذناها في المنة. ايه الفرق بين الإكراه والتقية؟ ايه الفرق بين الإكراه والتقية؟ الإكراه ده واحد بيطلب منك ان انت تفعل ويهددك بالاذى لو لم تفعل، ده الاكراه. يبقى انت عندك فرصة ان انت تشوفه هينفذ ولا لا، تهرب وهكذا. التقية ده انت تحت سلطان الكفار، ولو ظهر منك عدم الموافقة لهم ساعتها مش هيستنوا ان هو يقول لك يا ترجع يا اما نعمل، لا ده هو اول لما تظهر عدم موافقة فيقرأ بك البأس، هيقتلك هيحبسك هيغرمك غرامة مالية. فالإكراه ده بيبقى استجابة لتهديد،
اما التقية فديت نزول عن خوف وخايف وبيترخص لاجل الخوف ده. الاكراه له شروط منضبطة، اما التقية فشرطها الوحيد هو الخوف مع السلطان، انت خايف منهم وانت في سلطانهم، ده شرطها الوحيد. بيبقى فيها ابواب، بيبقى فيها مجالات واسعة. يعني ايه حد اظهار الموقف؟ يا ترى يتسند اسمائهم ولا يلبس شعار دينهم ولا ينطق بكلمة الكفر؟ كل دي حاجات هو يعني ايه راجعة. اتفضل. تظهروا لهم فبيبقى ساعتها كل انسان بيفتي نفسه. وبيبقى الاصل في الباب دوت حمل المسلمين على السلامة والبراءة، وبيبقى الامر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني هو لو عارف ان الكفار يرضون منه ان هو يقول لهم ان اسمه جورج، ولو قال ان اسمه محمد هيقتلوه، فلو قال لهم ان هو جورج وراح على بيتهم صليب، التقية الرخصة له في ان هو يقول ان اسمه جورج، ويبقى لبس الصليب في حقه كفر. عايز السلام، يبقى لبس الصليب في حقه كفر، كفر بلبسه الصليب رغم هو يقول انا جورج، او يلبس الصليب الاثنين كفر، تسمت اسماء الكفار التي علم عليهم، او يقول انه كافر على ملة معينة، يقول انا نصراني انا يهودي، او حتى يقول انا كافر مطلقا، او يلبس الصليب او كذا، كفر بالله سبحانه وتعالى. بس في حالة تقية مش هنقدر نحكم عليه بالكفر، هيبقى الامر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هو عارف ايه الحدود اللي لو اظهر فيها الموافقة هيسلم، الزيادة عن كده ده يبقى بينه وبين الله احنا مش هنحكم عليه فيها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. الله سبحانه وتعالى يحذركم انه يعلم ما في قلوبكم، ويحذركم انه يقدر ان يوقع بكم فيما تكرهون، ولو لم يفعل هذا او ذاك في الدنيا فإليه المصير، ستعود إليه لتحاسب. ده الفرق بين التقية والإكرام. يجوز فعل أي حاجة للتقية، شرط هو يكون يخاف بطش الكفار ويكون فيه سلطان. يعني هو يغلب على ظن ان هو هيقيع بهم الشر وهو فعلا في سلطان لهم. يعني مثلا واحد يقول دلوقتي هيظهر النصرانية، ليه يا عم هتظهر النصرانية؟ يقول لك علشان خاطر النصارى ما يخطفونيش، يحطوني في البير وياكلوا الاسد ياكلني، ولا يرموني الاسد من الاصول بتاعتهم يفترشني. هو يخاف لكن خوف غير معتبر. ليه خوف غير معتبر؟ لم تجري به العاده، النصارى مش كل يوم بيخطف واحد مسلم يحبسوه للاسف، خلاف واحد ثاني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاف واحد ثاني بيظهر الكفر
بيظهر لهم الكفر، وهو عارف ان هو لو اظهر الاسلام، هو كان من ملتهم اصلا، فلو اظهر الاسلام هيعملوا فيه كده. شايف واحد تاني فهو من ملتهم اصلا وليس تحت سلطانهم، يقدر يهرب، يقدر يبعد عنهم كده. احنا انتهينا من باب الولاء والبراء. الباب ده فيه اكتر من مبحث. المبحث الاولاني مسألة النصرة. مسألة النصرة من المسائل اللي بيشنع فيها دلوقتي تشنيع شديد جدا، ومن المسائل اللي بيحصل فيها نوع من التراجع والتنازل لإرضاء الكفار. من أغرب صور التنازل اللي كان في الشيخ صلاح الفوزان، ليه صورة صغيرة كده اسمها الولاء والبراء، كان ذاكر فيها إن من الولاء المكفر للكفار، ولاء الكفار اللي يجعل صاحبه يكفر، هو إعانة الكفار. جه لما حصل الأمريكان دخلوا في السعودية، حصلت تفجيرات ضدهم بقى، الرياض والخبر ومش عارف ايه وكده، نزلت الطبعات الجديدة بتاعت الكتاب ما فيهاش فتوح. لذلك كان الشيخ صالح الشيخ كان ليه شرح فتح المدينة، كان بينظر فيه المسألة دي، ان معونة الكفار كفر، إعانة الكفار على حرب المسلمين كفر. برضه بعد ما حصلت التفجيرات ديت طبع الكتاب بتاعه مع حذف الجزء ده. فنقول ديت من الابواب اللي بيحصل فيها تنازل كبير جدا. مع بقى التهييج ضدنا بالايات او باقوال المفسرين في الايات دي. مفسرين بعضهم او كتير منهم، رغم هو التفسير اللي ذكره هنا في صحيح البخاري، البخاري اورده كسبب لنزول القصه. لذلك ابن جرير الطبري هو شيخ المفسرين اورده في سبب نزول الايه. لكن في اقوال ثانيه المفسرين، كثير المفسرين عليها ان الايه دي لم تنزل في اناس كفروا، او ان هم كان سبب كفرهم الردله، ان هم ارتدوا قبل، كانوا ارتدوا في مكه قبل ما يخرجوا مع المسلمين، مع المشركين ضد المسلمين. فبيشنع بالاقوال دي، رغم المساله زي ما ذكرنا هي مساله اجماعيه. في مسألة الطاعة والمتابعة، دي بيتعلق فيها بعد تاريخي كبير جدا، وهو بداية ان الكفار قدروا ان هم يوجدوا لنفسهم، الاستعمار قدر ان هو يوجد لنفسه في بلاد المسلمين حكومات تابعة. انجلترا خرجت، فرنسا خرجت من بلاد المسلمين، ومع ذلك الحكومات اللي موجوده بتصنع بلاد المسلمين اسوأ من هم كانوا بيصنعوا. الباب ده ايضا ناتج عن الطاعه والمتابعه. مساله الهجره كان فيها طبعا قصه التكفير والهجره. مسألة الاستعانة كان فيها الفتنة بتاعت حرب الخليج. البيع والشراء فيها مشكلة المقاطعة، وجوب المقاطعة وغير ذلك. الانتفاع بما عندهم طبعا من الطاعة والمتابعة. في مسألة الجنسية، الحصول على الجنسية، حصول على الجنسية من الكفار، واحد رايح ياخد جنسية أمريكية، واحد رايح ياخد جنسية بريطانية، ده من الكفر ولا مش من الكفر؟ ده من التشبه المحرم أو الولاية المحرمة ولا لأ؟ مسألة الإسلام اللي عندهم، مسألة التزوج بالكتابية، ومسألة الإكراه والسخية. طبعا الإكراه احنا اتكلمنا عن الأبعاد الفكرية اللي فيها لما كنا بنتكلم في رسالة الأمر بالمعروف. كل ديت مباحث حساسة جدا،
وسموها القضايا السخنة، هي من القضايا السخنة. فأنا مش عارف هل نقسم القضية ديت على كل واحد ياخد حاجة من الحاجات ديت يعمل لنا فيها بحث، ولا كلكم تشتركوا في أبحاث في بحث القضية ديت، أو أنتوا تقسموها مع نفسيكم. المهم إن ديت كلها قضية، أو أنتوا تدوروا على الشبهات اللي موجودة ونقعدوا قعدة يبقى فيها طرح الشبهات ديت ورد. احنا هنعمله كده على فكرة في الحكيمية، لأن الحكيمية أسخن قضية موجودة، ناخد بيها نشرحها بالتفصيل إن شاء الله. فالمهم دول دي كلها قضايا سخنة ومحتاجة إن يبقى الواحد مننا هاضمها كويس جدا عشان يعرف يعني يحافظ على منهجه ويحافظ على نفسه من الشبهات اللي عمالة تطلع كل يوم. فهو رأيكم في هذا الباب، وقولوا لي عايزين تعملوا ايه. قدامكم 3 حاجات، كل واحد ياخد قضية يبحثها لنا، يبحثها لنا على ان هو هيعرف اعتقاد اهل السنة مذكور هنا، هيعرف المشاكل اللي فيها ايه، هيبحث لنا في الرد على المشاكل ديت ونجيبها لنا. النقطة التانية ان انتوا تعملوا بيسموها ورشة عمل، كل 3 4 منكم ياخدوا الحتة دي، انا اجمع الشبهات وانا اجمع القضايا وانا اجمع مش عارف، كل واحد كل مجموعة هتجمع حاجة وفي الاخر تركبوها على بعضيها وتعملوها اساس. الحاجة الثالثة تتفرغوا انتوا لجمع الشبهات في المسائل دي، وفي الاخر نقعدوا قاعدة نرد على الشبهات كلها مرة واحدة. فشوفوا انتوا هتفكروا في ايه يعني، وبلغوا الشيخ حلمي ان شاء الله وتردوا عليه. الغياب بقى شيخ حلمي بعد اذنك بتاع الدورة اللي فاتت دي، بتاع المدة اللي فاتت دي، راح فين؟ كان مش عارف كده مجاز، ولا مش عارف كده كان هيجي. طيب هي رزق، نسبة الغياب قد ايه؟ زي ايه يا عذر القهري؟ احنا اتفقنا اعذار القهريه هتبقى السفر، هتبقى الشغل والمرض، دي الاعذار القهريه. الاخ اللي غاب اكتر من مرتين اللي غير الاثنين دول، هتخلف ان احنا ما بناخدش غياب في الامن كده. احنا بنسيح الغياب ده من 2 سنين فاتوا، متفقناش ان هو هيقع في النص. اللي غايب اكتر من مرتين، اللي غايب مرتين خلاص، اللي غايب اكتر من مرتين هيقسم على العذر اللي هو كان موجود ان ده عذر قهري، ده كان عذر قدم في اي سبيل، واللي مش كده يتصفى المجموعه، يتصفى المجموعه خالص. البحث اللي ما جابش البحث خلاص ما كملش معاه. الامتحان ان شاء الله المره الجايه اللي مش هينجح في الامتحان خلاص هيكمل معاه. اللي غير اكتر مرتين هيقسم بالله ان دي كانت اعذار قهريه، اقسم بالله خلاص. الكلام ده اخوة واخوات، ماشي الكلام ده اخوة واخوات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.